بونجور، صف الثامن منهاج الحديث، معكم مدام مها. نحن بالوحدة الثالثة بدرسنا الرابع من الدروس المخصصة للطلاب بس، ومثل ما بقول دايما انه انا بشارح المنهاج سابقا بشكل موسع للأساتذة وللطلاب اللي بيريدوا توسع اكثر يعني بوقت اطول. هون دروس مركزة اكثر وللطلاب بس. درسنا وصلنا على درس القواعد اللي هو بالوحدة الثالثة اللي عنوانها سي فورميدابل، هذا رائع. وجينا درسنا القواعد هو لو باسي كومبوزي، الماضي المركب. الماضي يعني ماضي، يعني مثل على وزن فعل بالعربي، ذهب، قرأ، نام، كتب. هذا هالفعل اللي هو كتير بسيط بالعربي، بالفرنسي مقسوم إلى قسمين، ما بصير إلا يجي معه فعل مساعد، لذلك اسمه ماضي مركب. إذا الماضي المركب يتألف من قسمين، قسم للفعل وقسم للفعل المساعد، يعني لازم يجي معه فعل يساعده. الفعل المساعد بيكون واحد من اثنين، يا فيرب أفوار جي تويا إلى، يا جي سوي تويا إلي، يا فيرب إيتر، يا فيرب أفوار، هذا الفعل المساعد. ما بحط على كيفي، وطبعا الفعل هون بارتيسيب باسيب بتغير شكله ونحفظه مثل ما هو. طبعا إذا كان بينتهي بـ إر رح شيل الـ إر وحط أكسان بصير اسمه بارتيسيب باسي، هيك بصير اسمه. من كتر ما بدي يعدي معنا رح تحفظه. إذا الفعل في الماضي بنقسم إلى قسمين، قسم فعل مساعد وبيكون يا فعل أفوار، يا فعل إيتر، جي سوي تويا إلي. والفعل ذاته بتغير شوي شكله، إذا كان بنتي بإر بنحذف الإر بنحط أكسان، والباقي بنحفظ كل فعل فعله. هلا أنا ما بحط إيتر وأفوار على كيفي، في عندي قاعدة حوالي 14-15 فعل بياخذوا إيتر، والباقي كل الأفعال اللي في الدنيا بتاخذ أفوار. لذلك أنا أهون علي أحفظ بياخذوا أفوار ولا أحفظ اللي بياخذوا إيتر؟ أكيد اللي بياخذوا إيتر. هل كان فعل بحفظهم وبعرف إنه هدول بس بيجوا، هالأفعال بيجوا بس مع إيتر، والباقي شو ما أجاني بحط أفوار. ونتعلم اللي بياخذوا إيتر بنحفظهم على شكل حكاية حتى ما أخربط فيهم. هلا الملاحظة المهمة شو هي؟ إنه أنا الفعل اللي ما بحطه بالماضي المركب لازم إذا كان أنتبه إذا مع إيتر وفي فاعل، هالفاعل إذا كان مؤنث بحط للفعل بالماضي علامة التأنيث اللي هي أو، إذا كان مؤنث بحط أو، وإذا كان الفاعل جمع مذكر بحط للفعل إس، وإذا كان جمع مذكر مو مسكر، مذكر للنحن، للأنتم، للهم، للهن، بحط للمؤنث أول ثم الجمع، مؤنث ثم الجمع، يعني للإل أو، للنوفو إل إس، للإل الجمع أو إس، إلا إذا كنت متأكد إنه أنا عم بقول أنا، لا أنا بنت عم بقول جسوي زالي، أنا رح أتأكد أحط للفعل أو. ليش؟ لأنه أنا بعرف حالي بنت. لما بنكون متأكدين من الشخص بنقعد بنحط للجو تو، ما في إل، للجو تو بقعد بحط علامة التأنيث، أو مثلا للنوفو بحط قبل الإس علامة التأنيث إذا كنت متأكدة، بس بشكل عام لا، للإل أو، للنوفو إل إس، وللجمع المؤنث أو إس. هذا لما الفعل بياخد فعل مساعد إتر، الباقي انسوا. خلينا نشوف، عم يقولوا لي اقرا هون الرسالة وحط سو ليني، ليني خط، سو تحت، ضع خطا تحت متخط تحت الأفعال. بنحط خط تحت الأفعال. شير جولي، عزيزتي جولي، كما فاتي، كيف حالك؟ هلا انا هذا فاتي هذا فعل، جو في تو فا إل فا، بس هون ما بدي احطه. ليش؟ لانه انا درسي عن الماضي المركب وهذا بالمضارع، كيف حالك هو تركيب كيف حالك مالي فيه، اللي بالافعال اللي عم تاخذ اتر او افوار. ايير مباري، هذا دليل على انه ماضي. جو سوي زالي او سينما، رحت على سينما، رحت، جو سوي زالي ذهبت. اذا اللي بياخذ فير اتر، حطينا علامة التأنيث لأنه اللي عم تحكي بنت، بنت عم تحكي مع جولي، قلت لها أنا رحت. لو كان الصبي اللي عم يحكي كنا ما حطينا هاي الـ. جو سوي زالي أو سينما، رحت على السينما افيك ميزامي، مع صديقاتي.
Nous sommes arrivés en retard. وصلنا متأخرين. وصلنا. Nous sommes arrivés. وصلنا. فعل وصل. إذن بياخد être. لأنه je suis tu es il est nous sommes. ولأنه نحن بنات حطينا e تأنيث اس جمع. وصلنا متأخرين. إذن ذهب وصل بياخدوا être. Pour cela, لذلك nous avons changé d'avis. غيرنا رأينا. غير. Nous avons changé. شو شايفين هون؟ ما قلنا nous sommes. قلنا nous avons معناتها غير. تاخد avoir. غير. بينما ذهب ووصل بتاخد être. Nous avons changé. غيرنا رأينا. Et nous avons décidé. وقررنا. كمان بياخد avoir. قرر. وقررنا d'aller dîner au restaurant. نروح نتعشى بالمطعم. Et la grande surprise, المفاجأة الكبرى, j'ai rencontré كمان قابلة بياخد avoir. وما قالوا لنا مين قابل. انا كيف بدي انام اليوم وما عرفت مين قابلت. J'ai rencontré قابلته. كم فعل عندي مع être وكم واحد مع avoir؟ اثنين مع être وثلاثة مع avoir. Je suis allé, ذهبت مع être. Nous sommes arrivés, وصلنا مع être. Nous avons changé, مع avoir, غيرنا. Nous avons décidé, قررنا مع avoir. J'ai rencontré, قابلت مع avoir. بدهم يعني اعبيلهم هون، احط لهم مصدر كل فعل، الخمسة، aller, arriver, changer, décider, rencontrer. الخمس أفعال أحطهم بالمصدر. أقول أنا هن اللي être. Je suis ou nous sommes. Je suis allé ou nous sommes arrivés. هلا هون nous avons. Nous avons. J'ai. هون nous avons changé. Décidé. Rencontré. خلينا نشوفون. Allé أول واحد. هاي je suis allé. Allé المصدر انفينيتيف. Je suis allé. هون ما في شيء. هون ما في شيء. Arrivé. Nous sommes arrivés. مع être. ما في avoir. اثنين مع être. Changé. غير. Nous avons changé. غيرنا. ما في être. Décidé. قررنا. Nous avons décidé. ما في être. Rencontré قابل. J'ai rencontré قابلته. ما في être. إذن اثنين مع être هن ذهب ووصل وثلاثة مع avoir. شانجي بدله قرر قابله. وهذا اسمه auxiliaire être. وهذا اسمه auxiliaire avoir. Je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont. J'ai tu as il a nous avons vous avez ils sont. وهذا الparticipe passé. Aller كان er شخطنا الr حطينا accent. Arriver كان er شخطنا الr حطينا accent. Changer كان er شخطنا الr حطينا accent. Décider er شخطنا الr حطينا accent. Rencontrer er شخطنا الr حطينا accent. بس هون حطيت علامة التأنيث أنا. هون علامة التأنيث نحن. هون ما بدي علامات. كومبليت هلا بدهم تبعين être بس. Je suis allé. Anna, sujet, auxiliaire. Suis, participe passé, allé. Nous sommes arrivés, wasalna. Les verbes qui se conjuguent, la fa'al li btatsarraf, avec l'auxiliaire être, ma al-fa'al al-musa'id être, s'accordent, tatawafa. En genre, yani bil-jins, muzakkar, wa mu'annas. Et en nombre, bil-adad, avec le sujet, ma al-fa'al. Yani, izal, al-fa'al. مذكر ما بعمل توافق. مؤنث بعمل توافق. علامة التأنيث هي الأ للفعل. هلا أن نومبر يعني عدد. مفرد ما في توافق إلا إذا كان هي يعني بالجمع. بالجمع إس علامة الجمع للمذكر جمع مذكر. إس لجمع المؤنث. أ للتأنيث وإس للجمع. إذا بيتوافق بالجنر مذكر مؤنث وبالعدد مفرد وجمع مع الفاعل. مثال hier مبارح Julie est arrivée en retard au concert. Julie وصلت متأخرة للحفلة الموسيقية. Julie يعني هي.
صرف مع فيرب إيه حطينا إيه علامة التأنيث التي تعود على جولي. La semaine dernière, في الأسبوع الماضي، هدول اسمهم indicateur de temps، مؤشرات زمنية بتدل على الماضي. Les enfants أو الأطفال sont allés au village، راحوا على القرية. Les enfants جمع مذكر، حطينا إيه علامة الجمع. شو هن الأفعال اللي بياخدوا إيه حتى أحفظهم؟ والباقي كلهم بصيروا مع أفوار. أنا رح أحكيهم مثل هون، بس أحكيهم بشكل مبسط أكتر مع كحكاية. من وقت اللي بيولد الواحد نيتخ، أول واحد ولد، نيتخ ولد، بعد لما واحد بيولد بيجي على الدنيا، فينير أتى، أتى إلى الدنيا، تاني واحد أتى، أتى للدنيا، وصل على بيته، أغيفي وصل، هذا ثلاثة وصل، هلا لقى بيت، دخل، أنتخي، دخل، هذا الرابع، هلا الخامس، دخل على البيت، قعد له شوي، بي، غيستي، بقي، دي ضل قاعد؟ لا بده يطلع. سوختير، خرج. بعد ما خرج راح. قال لي ذهب. بعد ما راح سافر. بختير، رحل. هلا صرنا ستة، سبعة، ثمانية. بختير، سافر، لقى جبل، مونتي، طلع، تسعة، صعد، بضل فوق بده ينزل، نزل، ديسندر، عشرة، نزل، هو نازل، وقع، 11، تومبي، وقع، قام، مات، يا حرام، مغير. وهذا 12، مات. احفظوه هيك كتير مهم على شكل حكاية. Je suis né، ولدت. Je suis venu، أتيت. Je suis arrivé، وصلت. Je suis entré، دخلت. Je suis resté، بقيت. Je suis sorti، خرجت. Je suis allé، ذهبت. Je suis parti، رحلت. Je suis monté، صعدت. Je suis descendu، نزلت. Je suis tombé، وقعت. Je suis mort، ما مت، مت. إذا هدول هن ال 12 اللي بياخدوا être. هلا في عندي، إذا شفت، ما أنا عندي هوني venir، أتى. إذا شفنا قبل الفعل re، يعني مرة تانية، عمل هالشغلة مرة تانية. أتى يعني رجع مرة تانية. revenir، عادة، يعني اجا مرة تانية. ففيه venir، طالما فيه venir بتصرف مثله كمان مع être. كمان في عندي فعل تاني هو passé، مرة. Je suis passé، مرة. انا ليش ما حطيته بالقصة؟ لانه مرة بياخد être وبياخد avoir. اذا كان بياخد avoir بقول j'ai passé، قضيت أيام. j'ai passé mes vacances، قضيت عطلتي. je suis passé، مريت. فالباسي بياخد اثنين. يا j'ai passé، قضيت، قضى عطلي. يا ولا je suis passé، أنا مررت. كمان في عندي فعل تاني اللي هو retourner. retourner مثل revenir، عادة. كمان je suis retourné، عادة. بس كمان بياخد avoir. زائد j'ai retourné la page، انا قلبت الصفحة. فكمان retourné بياخد اثنين. يا avoir j'ai retourné، انا قلبت، قلبت الصفحة. او je suis retourné، انا عدت. انا المهم عندي تحفظوا لي هدول ال 12 وموجودين كلهم هون. طلعوا نيتخ، ولده،
غيستي بقية، تومبي وقعة، غتغني عادة، إنها هلا عادة، غتغني لاباج مع أفوار قلب الصفحة، غجسوي غتغني أنا عدت، غفنير كمان عدت، مثل فنير في جزر، فنير لتكرار الفعل، ديسوندغ نزل، مونتي صعد، أنتخي دخل، فنير أتى، بارتير رحلة، أغيفي وصل، باسيت بياخذ اثنين، يا جي باسي قضيت، جي باسي مي فاكانس قضيت عطلتي، أو جو سوي باسي مريت لعندك، جو سوي باسي دوفون شي توا، أنا مريت قدام بيتك، اللي ذهب مغير مات. إذا بعتقد إذا بتحفظوا مثل ما أنا حكيت لكم إياها بيكون أسهل. هلا بقي عندي نعمل تمرين لحتى نتأكد من إنه حفظناه منيح. عم بيقولوا لي حط بالباسي كومبوزي. إذا بياخد إيتر بقول جو سوي، وإذا بياخد أفوار بقول جي، وإذا أخذ إيتر بحط علامة التأنيث إذا كان مؤنث. إيريك صبي. كومونسي مو من الأفعال 12، يعني إيل، إيلا، إيريك، أ، كومونسي، بس. بدأ إيريك سا جورني نهاره à 7h30، الساعة 7:30. دابور بالأول إيلا فير دي جوغين، عمل يعني عمل رياضة المشي. فير عمل ما مر معنا بالأفعال، يعني جيتيا إلى، وفير هذا شاز بصير في إلى فيته، إلى في دي جوغين عمل رياضة المشي دون لو كارتيه في الحي، تنقرا جوغين دي جوغين. اي ابخي وبعدها إلى رونتري. هلا طلعوا أنا ما ذكرتها هي، طلعوا أونتري ما أخذنا دخله، إذا قبل ره يعني دخل نفس الشيء، رونتري رونتري نفس الشيء. إذا طالما فيه أونتري يعني بياخد إيتر، إلي رونتري دخل على ميزون للبيت، رجع البيت، و إلى بخي سون بتي ديجوني أخذ فطوره، أنسويت ثم إل ذهب أخذناها ذهب بياخد إيتر، إلي ألي، إلي تالي أون فيل راح المدينة. لابخي ميدي بعد الظهر إلى جوي أو فوتبول أفيك سي زامي، لعب مع أصدقائه بكرة القدم بوندون أونو خلال ساعة. جوي بياخد أفوار ما بياخد إيتر، إلى جوي أو أكسون. سي زامي رفقاتو باختيغ راحوا، راحوا بياخد إيتر. سي زامي يعني إل أفيك إس يعني إل سون، وباختي منشيل الإر، ضلت باختي لأنه جمع مذكر منحط إس، لأنه متصرف مع إيتر. الساعة 17:30 راحوا الساعة 5:30 بوغ رونتخي على ميزون ليرجعوا لبيتهم. لسواغ عند المساء أون أمي صديقة أنفيتي إيريك أديني، صديقة عزمته لإيريك على العشاء. أنفيتي دعا، ماي موجودة دعا من بين الأفعال ال 12، يعني جيتيا إلى هاي إل أون أمي إلى أنفيتي أكسان. منو المؤنث نحط علامة التأنيث مع أفوار ما في علامات. عزمته على العشاء شيزيل عنده ببيته، ألوغ كو بينما سي باغون أهله كانوا عم يتعشوا بالمدينة، تعشوا بالمدينة، ديني تعشى ما موجودة من بين 12، جيتيا إلى نوزافون فوزافي إلزون، سي باغون أهله يعني إلزون ديني أكسان. تعشوا بالمدينة، أنفان أخيرا العائلة رجعت، رونتخي تخي فاتيغي، أفانت خوا زوغ، رجعوا الساعة 11 بالليل، رونتخي إلنا مثل أنتخي، يعني ما إيتر، لا فامي إل هي، منو العيلة يعني جمع، هي لا هي، يعني إل، جو سوي تيي إلي، رونتخي أكسان، طالما الفاعل مؤنث وطالما أخذ فيرب إيتر حطينا أو وراء الأو اللي الأكسان عادت متعبة. خلينا نشوف الحل. إيريك a commencé sa journée à 7h30. D'abord, il a fait du jogging dans le quartier et après, il est rentré à la maison où il a pris son petit déjeuner. Ensuite, il est allé en ville. L'après-midi, il a joué
au football avec ses amis pendant une heure. Ses amis sont partis à 17h30 pour rentrer à la maison. Le soir, une amie a invité Eric à dîner chez elle alors que ses parents ont dîné en ville. Enfin, la famille est rentrée très fatiguée à 23h. Ok, n'est-ce pas, madame, au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.